اهلا وسهلا بك الشيخ سعيد. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا وسهلا بك. حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو. الشكر لكم حقيقه على اتاحه هذه الفرصه. شكرا. حياك الله. نظمت وزاره الاقتصاد مؤخرا لقاء مع اصحاب السعاده المحافظين لمناقشه برنامج تنميه المحافظات، كانت هناك اكيد مجموعه من التفاصيل حاضره. يعني دعنا بدايه شيخ سعيد نبدا، ماذا نريد للمحافظات خلال المرحله القادمه؟ ما هي النظره الجديده المتواكبه مع رؤيه عمان 2040 بالنسبه للمحافظات؟ نعم أخي عبد الله، يعني الجميع يعرف أن التوجه الاستراتيجي في المرحلة القادمة للمحافظات يعني هو تنمية شاملة جغرافيا، تتبع يعني نهج لا مركزي في إدارة، يعني في إدارة العمل يعني في المحافظات، وكذلك يعني تطوير المراكز الحضرية الرئيسية واستخدام مستدام للأراضي في المحافظات. نعم. هذا هو التوجه الاستراتيجي اللي تنهجه الحكومة خلال الفترة القادمة إن شاء الله. نعم. من ضمن الأولويات اللي أتوقع حددتها الرؤية كذلك ويجب تنفيذها مبكرا اللامركزية، واللامركزية أتوقع يعني شيخ تحتاج إلى تمكين أكبر للمحافظات حتى تقوم بأدوار. فاليوم ما هو طريقنا إلى اللامركزية؟ نعم، هو بداية حقيقة احنا كوزارة الاقتصاد الوطني، ومثل ما تعرفون جميعا يعني انه بعد او تنفيذا للتوجيهات السامية اللي قضت بتخصيص 10 مليون ريال عماني لكل محافظة في الخطة الخمسية العاشرة، خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، ومثل ما تعرفون كذلك انه 2 مليون يعني بواقع 2 مليون في كل سنة. وزارة الاقتصاد الوطني قامت ب وزارة الاقتصاد قامت باعتماد مبلغ 2 مليون ريال لكل محافظة، وتخصيص كذلك سقف صرف أو سيولة نقدية لكل محافظة 2 مليون. فأول مرحلة اللي هو تمكين المحافظات في المشاريع، في تنفيذ المشاريع. نعم. طبعا هذه المشاريع أو الغرض من هذا البرنامج هو تنمية اقتصاد المحافظات. احنا نتكلم عن المحافظة وكيف ممكن تنمي قطاعاتها الاقتصادية اللي موجودة فيها، وأهم قطاعاتها الاقتصادية أو القطاعات اللي فيها ميز نسبية وفيها قيمة مضافة أعلى. فهذا التوجه. نعم. دعنا نبدأ من تخصيص هذه الموازنات للمحافظات. إذا ما كنت تسمعني بشكل جيد الشيخ، عندك السماعة وممكن تسمعني. واضح. نعم. بداية تحديد هذا المبلغ اللي هو 10 مليون خلال 5 سنوات للمحافظات، أو حتى على النطاق السنوي 2 مليون كل عام، كيف تم تحديد هذا المبلغ؟ وما هي الأولويات الآن بالنسبة للمحافظات لاستخدام هذه الموازنة؟ نعم، هو حقيقة تحديد هذا المبلغ جاء بناء على التوجيهات السامية مثل ما ذكرت سابقا. ايش هي الموجهات العامة او المحددات العامة او اجراءات يعني او المعايير اللي من خلالها يتم اختيار هذه المشاريع؟ قامت وزارة الاقتصاد بوضع موجهات عامة او معايير لاختيار المشاريع. مثل ما قلت، هي مشاريع أو معايير بالدرجة الأولى منها تنمية اقتصاد المحافظة، ومن ثم أو الدرجة الثانية اللي هي موضوع الخدمات. نعم. نعم. لما نتحدث عن تنمية اقتصاد المحافظات، يعني أستطيع أفهم من كلامك شيخ أنه هذه المشاريع أو هذه المبالغ كذلك ستوجه إلى مشاريع لها عائد اقتصادي مثلا، أو كلها إلى جوانب خدمية مثلا؟ كيف يمكن تمكين المحافظات اقتصاديا؟ هي طبعا بعض القطاعات يحتاج لها مثلا بنى أساسية، نتكلم يعني مثلا عن قطاعات ذات ميزة نسبية أو ذات قيمة مضافة في محافظة ما، بالتالي ربما تحتاج إلى مشاريع أو خلنا نقول يعني بنى أساسية معينة على أساس أنك تنهض بهذا المشروع.
فيمكن استخدام هذا المبلغ أو هذه المخصصات في هذا الجزء في هذا الجانب، يمكن استخدامه كما قلنا في خدمات مرتبطة مثلا بتنمية هذا القطاع نفسه. نعم. فهو هذا القصد، يعني أنه تنمية اقتصاد هذه المحافظة. نعم. مشاريع معينة ترى يعني مثلا بشراكة معينة، تكلم شراكة معينة مع القطاع الخاص أو مستثمر أو من ما يكون، يعني لتنمية جانب معين في هذا القطاع، يمكن أنه هذه المبالغ تروح أو جزء من هذه المبالغ تساهم كذلك لتنمية هذا القطاع. نعم. وهذه الميزة الموجودة. نعم. في المحافظة. يعني السؤال الأكثر تداولا خلال الأيام الماضية مع متابعة خبر يعني اجتماعكم مع المحافظين والحديث بشكل أكبر عن دور المحافظات، كان البعض يتساءل يقول كيف تم تخصيص نفس المبلغ لجميع المحافظات رغم أن هناك يعني تباين نوعا ما سواء في عدد السكان في هذه المحافظات أو حتى في مساحة، هناك محافظات ربما عدد سكانها لا يتجاوز 60,000 وهناك محافظات يصل عدد سكانها إلى يمكن أكثر من 700,000. فنتحدث كذلك عن هذا الجانب ونوضح هذه النقطة. صحيح، هو إحنا إذا أخذناها من منطلق الخدمات توفير خدمات، نعم هذا هو الطرح. أما إذا أخذناها من تنمية اقتصاد المحافظة، أنا أعتقد هنا الأمر شوية يختلف. يعني نظرة الخدمات العامة مختلفة شوي. صحيح. نعم صحيح، في بعض المحافظات فيها ولايات وفيها عدد سكان أكبر وبالتالي محتاجة خدمات أكثر، إذا خصصنا هذا المليون فقط للخدمات هذا الطرح صحيح. هذا الجانب كذلك يعني موضوع الخدمات للمحافظات، يعني في مبالغ أخرى أو في اعتمادات أخرى تخصص لهذا الجانب خارج اللي هو مشروع تنمية المحافظات. نعم. في مبالغ مخصصة للخدمات. كان يعني التوجه وما زال التوجه انه هو لتنمية اقتصاد هذه المحافظات. نعم. هذا الهدف الأساسي والرئيسي. وأتوقع كل محافظة حتى يمكن مقوماتها أحيانا مختلفة عن المحافظة الأخرى. صحيح. أتوقع يمكن هذه فقط البداية لنظرة أكثر تعمقا في مسألة تنمية اقتصاد المحافظات. صحيح، هي هذه المرحلة الأولى. يعني نحن نتكلم عن الخطة الخمسية العاشرة، هذه يعني نحو التمكين. ما في شك أنه يعني الحكومة لها توجهات إن شاء الله مستقبلية وتعزيز أكبر لموضوع اللامركزية وتمكين المحافظات. نعم. كذلك من ضمن الطرح وحقيقة هذا لفتني حتى في الخبر المنشور يعني من وزارة الاقتصاد من خلال الجلسة التي عقدت، أنه يعني استخدام هذه المبالغ سيخضع إلى خطط مالية معينة وبيكون مطلوب على المحافظات في إنها هي توضح يعني في كشوفاتها وتقارير نصف سنوية وغيرها من الأدوار الجديدة. اليوم كيف وضعت هذه الجوانب في الحسبان كذلك؟ وأتحدث هناك عن تهيئة كوادر المحافظات للتعامل مع الأدوار الجديدة، وهذا أتوقع كذلك يعني تعتبر خطوة ربما جديدة على المحافظات فيهم يتعاملوا مع مشاريع من هذا النوع وأدوار من هذا النوع. صحيح، هي نعم مثل ما تفضلت أستاذ عبد الله في موضوع الحوكمة والمتابعة لهذا البرنامج والمشاريع الخاصة في هذا البرنامج، وزارة الاقتصاد يعني تطلب مثل ما وضحنا سابقا يعني تطلب قائمة بالمشاريع اللي يعني التي سيتم تنفيذها خلال السنة. هذه المشاريع موزعة كذلك على المحافظات أو على يعني كيف ممكن المحافظات يعني يتم تنميتها يعني تنمية اقتصادها بطريقة. كذلك يطلب منهم تقارير النصف سنوية. يعني هذه التقارير توضح سير العمل في هذه المشاريع وكيف تم استغلال هذه المبالغ كذلك والتزامهم بسقف السيولة المحددة لهم. هذا فيما يتعلق بموضوع الحوكمة والمتابعة لهذا البرنامج. الكوادر نعم، هذا طرح حتى في اللقاء الأخير الورشة الأخيرة اللي صارت مع أصحاب السعادة المحافظين. نعم. إنه كيف ممكن يعني يتم تعزيز القدرات اللي موجودة في المحافظات. وطبعا
كان واحد من ضمن الأشياء كذلك أو الجوانب اللي اشتغلت عليها وزارة الاقتصاد وضعت مثل التوصيات. يعني كان من ضمنها أنه يتم الاستفادة كذلك من الخبرات اللي موجودة داخل كل محافظة. نعم. سواء يعني أصحاب الخبرات، المجتمع المدني، أساتذة في يعني في جامعات أو كليات معينة، من الكليات والجامعات نفسها، يعني عدة حقيقة عدة مقترحات إذا ما تم الأخذ فيها هذا رايح يعني يؤهل المحافظة في أنها تتعامل مع مثل هذا النوع من البرامج. نعم، وأتوقع كل محافظة فيها كوادر، يعني سواء كانت في المحافظة نفسها أو حتى كانت يعني في جهات أخرى. صحيح. لكن الشيخ سعيد، هناك نقطة مهمة وأتوقع من الضروري أن نحن نتحدث عنها. لما نتحدث على نطاق أصحاب السعادة المحافظين وأصحاب السعادة الولاة، يعني مع هذه الأدوار الجديدة هم أصحاب قرار في محافظاتهم أكيد، ويعول عليهم الكثير في تحقيق أهداف هذا البرنامج. اليوم ما طبيعة الاشتغال كذلك على المحافظين وعلى أصحاب السعادة الولاة في مواكبة هذه المرحلة الجديدة؟ نعم، هو في الحقيقة هذه يعني هذه جزئية ربما تخص وزارة الداخلية أكثر يعني. نعم، لكن كتوصيات برنامج، لأنه أكيد مهم بالنسبة لكم. نعم. نجاحة يعني، وهذه واحدة من أدواته. صحيح، يعني هو فعلا محتاج يعني في المحافظة نفسها أو في الولاية نفسها محتاج يعني كل محافظة كلها تعمل لي يعني مثل التحليل أو مثل تحليل للوضع الحالي، إيش اللي موجود، إيش اللي ما موجود، إيش القدرات اللي موجودة، ومثل ما قلت يعني نقترح أنه يتم الاستفادة من القدرات اللي موجودة في المجتمع نفسه. نعم. يعني أصحاب الولاء المحافظين إيش التوجه، أنه بإمكانهم يستعينوا بمثل هذه الخبرات. نعم. وبترفدهم ما في شك يعني. ويعني في حقيقة في كوادر في كل محافظة في كل ولاية قادرة يعني أنها تساهم في هذا البرنامج. نعم. الشيخ سعيد، من خلال تحليلكم للوضع الراهن، وأكيد يعني كانت هناك دراسات مستفيضة، ما هي أبرز التحديات والمخاطر اللي كانت حاضرة في دراسة الوضع الحالي؟ نعم، ما في شك يعني هو موضوع القدرات هذه كان حاضر وموجود يعني. نعم. الشيء الآخر يعني بعض المحافظات أو بعض الولايات فيها يعني نقص في البنى الأساسية وغيرها، فبالتالي محتاج أنك أنت تعزز هذا الجانب كذلك، لأنه إذا تريد تستغل قطاع معين وبالتالي ما في بنى أساسية لهذا القطاع، إذن أنت محتاج أنك تنمي هذه البنى الأساسية وتعززها. نعم. يعني هذه تقريبا أهم المخاطر اللي كانت موجودة في تنفيذ هذا البرنامج. كذلك نعم في واحد من المخاطر اللي هي قدرة القطاع الخاص اللي موجود في كل محافظة، يعني كيف يتم التعامل مثلا مع المشاريع اللي بتطرح وغيرها، هل في قطاع خاص يعني أو في شركات قادرة على تنفيذ مشاريع معينة من داخل المحافظة نفسها، يعني هذه جزء من المخاطر اللي تم بحثها يعني. نعم. قبل بدء البرنامج. نعم. الوضع الحالي يعني شيخ سعيد للمحافظات، يعني هل تعتقد أنه كذلك ربما يحتاج إلى شيء من التعديل؟ وهنا أتحدث ربما أحيانا عن مركزية الخدمات في المحافظات، كيف للمحافظات أن تتداخل وتنسجم كذلك بين بعضها البعض في ربما يعني حتى تشارك في خدمات مثلا ذات جودة عالية، وكذلك في تغطية بعض الجوانب اللي تشكل فروقات يعني من محافظة إلى أخرى، كيف تم الاشتغال على هذا الجانب؟ نعم، هو ما في شك أنه موضوع التكامل هذا بين المحافظات جدا مهم، وبيخدم طبعا بيخدم المحافظات كلها وبيخدم تنمية المحافظات كلها. فالتكامل جدا مهم. في بعض القطاعات ربما يعني عشان تكتمل الميزة النسبية فيها تحتاج إلى تعزيز من يعني جانب آخر موجود في محافظة أخرى. فهذا الدور جدا مهم، موضوع التكاملية جدا مهم. نعم. بعض البنى الأساسية، مواني غيرها موجودة في بعض المحافظات،
يعني وجنبها محافظات أخرى ممكن أنها كذلك تعزز من يعني من أهميتها ومن القطاعات اللي موجودة فيها. نعم. فموضوع التكاملية هذه جدا مهمة. نعم. لكن هل ستتغير نظرة الحكومة للمحافظات؟ بمعنى أنه الآن تعودنا على سبيل المثال كل محافظة وفيها خدمات معينة والمحافظة الأخرى فيها نفس الخدمات، ولما نأتي كذلك على الولايات نجد أن كل ولاية فيها هذا، أحيانا تكون ولايات قريبة جدا من بعض ولكن بسبب هذا التصنيف وهذه الهيكلة توجد يعني كذلك هذه الخدمات بهذه الطريقة وبهذه الشكلية. هل الآن النظرة الجديدة للمحافظات ستغير من ملامح من ملامح هذه النظرة للمحافظات؟ نعم نعم. يعني هل الخدمات مثلا ستتوزع على الولايات أم ستتوزع على نطاقات جغرافية أو سكانية معينة؟ هو الاثنين بيكونوا حاضرين يعني في كل محافظة على الولايات أو حتى على نطاقات معينة، نطاقات سكانية معينة، على قطاعات معينة. فكل هذه الجوانب طبعا بتكون موجودة. البرنامج يعني مثل ما قلت في يعني جانب خدمات لها علاقة بتنمية قطاع معين، لها علاقة كذلك بمشروع يعني مثلا بمشروع تنمية مؤسسات صغيرة ومتوسطة مثلا، لها يعني يمس هذا الجانب. نعم. فهنا شريحة معينة من السكان، خدمات في قطاعات معينة، كل هذه طبعا بتكون حاضرة في هذا البرنامج. نعم. لفتني حقيقة موضوع تنافسية المحافظات، ماذا نقصد بتنافسية المحافظات شيخ سيد؟ تنافسية المحافظات؟ نعم، تنافسية المحافظات اقتصاديا واستثماريا وسياحيا حتى، كيف يعني ممكن هذه المحافظات يعني كل محافظة تشتغل في تحقيق هذه القيمة؟ نعم. وبالتالي يكون يعني حتى الجو التنافسي بين المحافظات في أنها هي تكون متقدمة في هذا الجوانب. صحيح. هي طبعا كل ما كانت في جهود واضحة وبارزة لمحافظة معينة ما في شك أنه يعزز المحافظات الأخرى أنها تحذو حذوها. التجارب اللي موجودة في محافظة معينة يعني ناجحة في جوانب أخرى كذلك بيخلي المحافظات الأخرى أنها تأخذ هذه التجربة. نعم. الشيء الآخر يعني كل هذه الأمور كل محافظة تريد تكون رائدة في جانب معين. أكيد. أو في قطاع معين، فبالتالي هذا ما في شك أنه رايح يعزز موضوع التنافسية. نعم. هنا يقصد موضوع تنافسية المحافظات فيما بينها. نعم. طبعا تنافس إيجابي. أكيد. في هذا الجانب. أكيد. نعم. دائما التنافس يعني لما يكون في تقديم خدمات معينة وكذلك في نطاق الصحيح يكون إيجابي. ونحن نشرك المحافظات اليوم حقيقة في حوارنا من خلال تواصلنا المباشر مع سعادة عيسى بن حمد العزري محافظ جنوب الباطنة. أهلا وسهلا بك سعادتك. مساكم الله بالخير لك عبد الله، كيف الأحوال؟ الله بالنور والسرور، سعيدين جدا بالتواصل معك. وأنا كذلك الله يخليك، أهلا بك وبضيفك الكريم. يا مرحبا وسهلا فيك سعادتك. ونتحدث كذلك عن الأدوار الجديدة المرتقبة للمحافظات من خلال هذه النظرة التي ترتكز على اللامركزية وترتكز كذلك على تسخير الجوانب حتى المالية لخدمة المحافظات. كيف يعني من شأنها سعادتك أنها تطور المحافظات وولايات السلطنة؟ نعم أخي العزيز عبد الله، طبعا يعني رؤية عمان 2040 تضمنت مجموعة من الاستراتيجيات ومجموعة من الأهداف التي كان لابد أن تترجم على أرض الواقع، منها ما صدر طبعا من خلال الخطة الخمسية الحالية التي بدأت خلال هذا العام وهي الخطة الخمسية العاشرة. الخطة الخمسية العاشرة طبعا تضمنت مجموعة من الأهداف، مجموعة من الأولويات، ومن ضمنها كانت الأولوية الخاصة بتنمية المحافظات والمدن المستدامة. ارتكزت هذه الأولوية على مجموعة من الأهداف تتعلق بالمحافظات، تتعلق بتنمية متوازنة وعادلة في المحافظات، تعزز الميزة النسبية والتنافسية، كذلك تهدف إلى توفير مجتمعات ممكنة تساهم في صياغة الأولويات الاجتماعية. طبعا مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ربما يعني ما بنأتي على ذكرها جميعا، ولكنها تأتي في إطار أن المحافظات جميعا تكون حواضر
تصلح للمعيشة. طبعا هي المحافظات تصلح من قبل، ولكن هناك مجموعة من الممكنات التي تحتاجها هذه المحافظات حتى تصلح بشكل أكبر لأهداف استثمارية أيضا. يعني الهدف الآن هو، يمكن تذكرته من توظيفك لأننا لحقت على جزء من الحديث، وهو المتعلق في يعني إيجاد ميزة نسبية أو يعني في كل محافظة يجب أن تعمل عليها من أجل التنافس الشريف. طبعا من ضمن أيضا ما تم يعني أهم ما ترجم رؤية عمان 2040 هو صدور المرسوم السلطاني رقم 101 على 2020 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية. وهذا النظام يعني جاء متكامل تقريبا، يعني نص على كل ما تحتاجه المحافظة من ممكنات، وأيضا نص على اختصاصات المحافظة، وكان من بينها وربما أهمها هو تنمية واستثمار موارد المحافظة والترويج لها من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين، كذلك العمل على الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية المتاحة. نعم. كذلك إدارة المرافق البلدية، إضافة إلى أيضا العمل على استيفاء احتياجات المحافظة من المرافق البلدية والخدمية الأخرى. نعم، يعني سعادتك، موضوع العشرة مليون اللي هو مليونين لكل عام أتوقع يبدأ من هذا العام، من 2021. كيف يعني يتم تحديد هذه المشاريع على نطاق المحافظة نفسها، وكيف كذلك يمكن للمحافظة إشراك المجتمع المحلي في تحديد أولوية هذه المشاريع؟ وأتوقع هذا حتى كان من خلال إشارة بيان مجلس الوزراء نحو مشاركة أكبر لا سيما الشباب. نعم طبعا اخي عبد الله، بالنسبه ل يعني اداره المبلغ المليونين ريال في كل عام، جاء في موجهات من وزاره الاقتصاد يعني كانت مقرونه بورود الموافقه على توفير هذا المبلغ، وفي موجهات معينه المحافظات جميعها اشتغلت من خلال هذه الممكنات. طبعا بالنسبه للتواصل مع وذهبت ايضا المحافظات يعني مذاهب شتى في طريقه استغلالها للمبالغ. بعض المحافظات يمكن شفنا بدأت تعلن عن مشاريعها، والبعض الآخر ما زالت يعني أيضا يعني تعرف الوقت يحتاج إلى يعني الموضوع يحتاج إلى بعض الوقت فيما يتعلق في يعني تصاميم واستشارات وأحيانا جاهزية المواقع من أراضي وملكيات وغيرها. ففي كثير من التفاصيل بعض المحافظات ما زالت تعمل على هذا الجزء. فيما يتعلق بالجزئية المتعلقة بالتواصل، طبعا المحافظ في كل محافظة هو رئيس المجلس البلدي، وبالتالي المواطنين ممثلين من خلال هذا المجلس. هذه جزئية. الجزئية الأخرى أيضا تتعلق من خلال اللجنة، أو أكثر من لجنة في الحقيقة، نصت وثيقة رؤية عمان 2040 على تشكيلها، إضافة طبعا إلى ضرورة إشراك الشباب، ضرورة إشراك المجتمع المحلي، ضرورة إشراك التجار في كل محافظة للاستفادة مما لديهم من أفكار وما لديهم من تطلعات حول طريقة صرف هذه المبالغ. نعم، وأتوقع يمكن الوقت مبكر، لكن خلال الفترة القادمة وخلال السنوات القادمة يمكن راح نلمس يعني نتائج هكذا برامج. سعادتك، قد يكون هذا الموضوع يعني نوعا ما أحيانا محل طرح على وسائل التواصل الاجتماعي وبين الناس كذلك. اليوم الأدوار أصبحت جديدة بالنسبة على المحافظات وحتى بالنسبة على الولايات، فالبعض يقول أن اللامركزية قد تكون سلاح ذو حدين، فإما أن تعطي نتائج جيدة وخدمات بطريقة أفضل وبطريقة متسارعة، وإما أن تزيد ربما من البيروقراطية أحيانا ومن المحاباة وغيرها. ف كيف يعني تنظرون إلى هذه الجوانب وإلى هذه الضمانات لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج؟ نعم، الحقيقة احنا ننظر إلى توجه العام الخاص بالمركزية على أنه أحد الممكنات التي يحتاجها المحافظ وتحتاجها المحافظة للعمل. يعني عندما يكون القرار في متناول اليد، القرار قريب من الناس، قريب من الجمهور، يوازن حاجة المحافظة وحاجة الولايات الموجودة في المحافظة وحاجة هؤلاء الناس. هناك طبيعة مختلفة لكل محافظة في السلطنة، ولله الحمد هناك تنوع جغرافي، هناك تنوع
ديموغرافي ايضا وطبوغرافي، هناك تنوعات كثيره. يعني هذه يعني اللامركزيه سوف تساعد على الاستفاده من هذه وتوظيفها في مصلحه المواطن، في مصلحه المقيم، في مصلحه رجال الاعمال، في مصلحه الاستثمارات الخاصه بكل محافظه. فالعكس، نحن ننظر الى توجه العام يعني بانه توجه صحي جدا، وسوف يساهم كثيرا في رفع المحافظات والاستفادة من المقومات النفسية التي تتمتع بها كل محافظة. نعم سعادتك، هذا سؤال أخير. ذكر الشيخ سعيد معنا هنا في الاستديو أنه يعني يمكن للمحافظات أن تستعين بالكوادر الموجودة في المحافظة، سواء من كليات وجامعات وبعض الكوادر اللي تخدم توجهات المرحلة القادمة. هل بدأتم في محافظة جنوب الباطنة كذلك في تدارس هذا الموضوع وفي تحديد احتياجاتكم التي تساندكم للأدوار القادمة من كوادر؟ نعم، بالنسبة لي طبعا احنا يعني الآن من يقوم عليهم العمل هم الموظفين الموجودين حاليا في المحافظة، سواء كانوا في مكتب المحافظة أو مكاتب الولاء أو في البلديات المختلفة. نعم. إضافة إلى استفادة أيضا من وجود المجلس البلدي في كل محافظة، وهذا أيضا يعني أمر كثير من الأهمية. مساعد. بالنسبة لنا في محافظة جنوب الباطنة أيضا يوجد تواصل مع الجامعات الموجودة في المحافظة وبيننا وبين الأخوان في الجامعة الألمانية وفي الكليات المختلفة، وفي جامعة يعني في هذه الكليات بيننا تواصل نحن وياهم، وبإذن الله تعالى نعمل على الاستفادة من يعني ما يوجد لديهم من خبرات ومن أكاديميين في هذا الجانب، إضافة طبعا إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة. نحاول دائما أن يكون يعني العمل له ما بعده، نحاول دائما أن يعني نرسم خارطة الطريق للمستقبل، ربما على الأقل فيما يتعلق بالخطة الخمسية الحالية إلى نهايتها، والاستفادة من مجمل المبلغ 10 ملايين. يعني نحن نفكر فيها بهذه الطريقة في الحقيقة، أن نستفيد من المبلغ كمجموع 10 ملايين ريال وليس مليونين في كل عام. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة عيسى بن حمد العزري محافظ جنوب الباطنة، سعيدين جدا بهذه المداخلة. شكرا أخي عبد الله. يعطيك العافية سعادتك، شكرا جزيلا. إذا كان معنا عبر الهاتف محافظ جنوب الباطنة والحديث عن الأدوار الجديدة. ويعني إذا تسمح للشيخ سعيد أعيد عليك نفس السؤال اللي سألت سعادة عيسى العزري محافظ جنوب الباطنة، يعني وهذا طرح موجود وقرأته حتى في أحد المقالات، يقول لك والله إذا ما نجحنا في حوكمة أدوار المحافظات القادمة قد نقع في فخ البيروقراطية والمحاباة والمحسوبية في المحافظات كذلك، ونجد أنفسنا يعني نبدأ من جديد مرة أخرى يعني في هذا الجانب. هل البرنامج كذلك ينظر إلى هذه الجوانب وهذه الزوايا كذلك؟ ما في شك أخي عبد الله، هو أنا مثل ما قلت يعني أنه في من قبل وزارة الاقتصاد في هناك محوكمة ومتابعة لهذا البرنامج، برنامج تنمية المحافظات، ولكن يبقى يعني الدور الكبير من وجهة نظري أنا في حوكمة الأمر كله يبقى في يد وزارة الداخلية وفي الأمانة العامة لشؤون المحافظات كذلك. الدور لها دور كبير في هذا الجانب، وهم حقيقة شغالين يعني في هذا الجانب وقطعوا شوط كبير في موضوع الحوكمة وتشكيل اللجان. نعم. فيعني الحمد لله يعني الأمور تمشي في مسارها الصحيح. نعم، وأتوقع مهم يعني الشيخ سعيد، دعنا نتحدث يعني شوي بمستوى شفافية أكبر كذلك. اليوم تركيبة المحافظات والولايات خاصة في منظومتها كمحافظين ومكاتب ولاء وغيره، يعني الأدوار القديمة كانت تميل إلى الدور الاجتماعي بشكل أكبر والتواصل مع المجتمع المحلي بشكل أكبر، وهذا أكيد له أساليبه وإلى طريقته. الآن الأدوار وهذا على مستوى البلد بشكل عام اختلفت نوعا ما. صحيح. الأدوار تميل إلى الجوانب الاقتصادية. صحيح. الجوانب الاستثمارية، إلى العوائد، إلى التمكين وإلى غيرها. فالبعض ينظر إلى الموضوع بشيء من القلق بين قوسين، يقول لك والله كيف لهذه الأدوار أن تتبدل بهذا الشكل السريع وبنفس الأدوات. الحقيقة احنا يعني من خلال لقائنا المرات الماضية مع أصحاب السعادة المحافظين، حقيقة يعني
الفكر اللي موجود عندهم هو تقريبا هذا الفكر وهذا التوجه، فكر اقتصادي بالدرجة الأولى، ويعني متمكنين في هذا الجانب حقيقة. يعني الكل يسعى إلى 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 تنمية المحافظة اقتصاديا وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة. الجميع حقيقة حصلنا عند هذا 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 الحس موجود تماما يعني، وما غايب، وبالعكس يعني هذه هي أولوية بالنسبة لهم في العمل الآن. نعم مثل ما تفضلت، كل يعني حتى كل مشروع يريدوا ينفذوه هو أهم جانب فيه هو الجانب الاقتصادي وكيف تستفيد المحافظة. احنا كذلك من جانبنا وزارة الاقتصاد في منهجيات كثيرة نضعها في هذا الجانب. ممتاز. يعني ورش عمل، أفكار معينة، منهجيات معينة يتم التواصل فيها مع أصحاب السعادة المحافظين، بالإضافة إلى أنه حتى اختيار المشاريع عندنا الآن أصبحت في منهجية في وزارة الاقتصاد، في منهجية تعتمد بالدرجة الأولى على الجانب الاقتصادي أكثر من ما هو يعني فقط جانب خدمي. نعم في بعض المشاريع خدمية وفيها شق اقتصادي كبير. نعم. وهذا الآن اللي جالسين نشتغل عليه، أنه المفاضلة في المشاريع يعني يكون الأثر الاقتصادي فيها بارز. يعني ما في شك أن جميع المشاريع حتى لو كانت مشاريع خدمية أحيانا تعرف على أنها مشاريع خدمية، ولكن إذا نظرت إلى تفاصيلها ونظرت إلى الأرقام اللي ربما قد تحدثها في قطاعات أخرى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصل لها مردود اقتصادي، ما في شك. وهذا الفكر الآن أو المنهجية اللي تشتغل عليها وزارة الاقتصاد، وحقيقة لمسناها وموجودة عند أصحاب السعادة المحافظين. الآن في الخطة الخمسية العاشرة وبتوجيهات من جلالته الله يحفظه تم تخصيص هذا المبلغ للمحافظات 10 مليون لكل محافظة، لكن خلال الخطط القادمة وخلال المراحل القادمة هل هناك كذلك تفكير في استدامة خلنا نقول هذه المخصصات في مساهمة مثلا قطاعات أخرى كذلك في إثراء ورفض هذه الموازنات؟ نعم المبلغ الآن ضروري وجيد كبداية، لكن لو نظرنا شوية بنظرة يمكن متعمقة ومع تطور هذه المحافظات في نظرتها الاقتصادية يمكن هذا المبلغ سيكون ضئيل مقارنة بطموحهم القادم في تنمية المحافظات اقتصاديا. صحيح أخي عبد الله، هو الآن هذه كتجربة أولى. ما في شك أنه الجميع يعني يعمل على تقييم هذه التجربة. نعم. وأكيد أنه يعني في تعديلات معينة راح تحصل على هذا الجانب، وهذا هو التوجه مثل ما تفضلت، هو الجانب الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص، استقطاب استثمار أجنبي، كل هذه الأمور إن شاء الله يعني يتم العمل عليها، ولكن يحتاج لها شوية وقت. يعني نبدأ بهذا المشروع بهذا البرنامج ثم يتطور الأمر. يعني نعم. مثل ما أنت عارف تم يعني من رؤية عمان 2040 أشركت المحافظات كلها في موضوع الرؤية. يعني هذه الرؤية كانت نتاج، يعني حتى كل محافظة هذه نتاج لإشراك هذه المحافظات، كل المعنيين في هذه المحافظات. الاستراتيجية العمرانية كذلك تمت بتوافق من جميع المحافظات. إنه. الآن نشوف برنامج تنمية المحافظات كذلك، الخطة الخمسية العاشرة كذلك بنيت يعني أو مخرجاتها كلها فيها توافق عليها يعني من السلطنة كلها والمحافظات. نعم. فهذا التوجه إن شاء الله، وما في شك إنه رايح يكون في تقييم، وبيتم طبعا إضافة أشياء يعني لها علاقة باستقطاب استثمار أجنبي غيرها، جانب اقتصادي بشكل كبير في المحافظات. نعم. مستوى المشاركة الاجتماعية موجود وحاضر في الولايات نظرا لتقاربها، لكن البعض ينظر له أنه مستوى تقليدي جدا، بمعنى وهذا نحن يعني أبناء ولايات ترى ونعرف كيف تتم العملية، يعني عادة عندما يكون هناك مشروع معين ويحتاج لمشاركة مجتمعية يتم مثلا مخاطبة
محافظ إلى الولاة، والولاة إلى شيوخ وأعيان المنطقة، وشيوخ وأعيان المنطقة إلى جماعاتهم، ويتم أحيانا التشاور في بعض الموضوع وأخذ بعض الاقتراحات وغيرها. اليوم هل تعتقد يعني شيخ سعيد أنه هذا المستوى وهذه الطريقة في المشاركة الاجتماعية فاعلة للمرحلة القادمة، ولا محتاجين يعني خلنا نقول بين قوسين تكتيك آخر هذه المرة يواكب المرحلة القادمة؟ لا، هو ما في شك يعني أنه تعديل على بعض الطرق هذه جدا مهمة. نعم. يعني الآن شبكات التواصل الاجتماعي موجودة. صحيح. يعني المحافظ أصحاب السعادة مكاتب المحافظين بإمكانهم، يعني هذا أتكلم عن خارج المجلس البلدي، لأنه المجلس البلدي له دور كبير في هذه الأمور. نعم. أنت حتى هذه البرامج أو هذه المشاريع تقدر تطرحها للمجتمع اللي موجود عندك في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيك، وبالتالي تأخذ عليها بعض الانطباعات. نعم. يعني توجه معين تريد أنت تطرحه في المحافظة تحتاج أنك تأخذ يعني ردود أفعال. فالتطور الآن يخدمك ويخدم بشكل كبير، ويشعر الجميع بأنهم شركاء في صحيح. محافظاتهم وفي صحيح. ولاياتهم وفي صحيح. تنميتها، ويلامسوا المشاريع بشكل أكبر، والجميع مهتم حقيقة. نعم. حتى يعني حتى المجتمع المدني في كل محافظة حقيقة مهتم اهتمام كبير بهذا الجانب ومهتم بالمشاركة. صحيح. أحد المتابعين للبرنامج محمد البدري، وأتوقع يعني متابع له يعني الشيخ سعيد، حقيقة قدم مقترح جميل. نحن إن شاء الله خلال الدقائق القادمة بنستمع من محمد. يعني هو فكر هكذا في طريقة حديثة لمشاركة المجتمع من خلال إنشاء منصة تشاركية مجتمعية لتفعيل المشاريع في المحافظات. فإن شاء الله بنسمع لفكرته، وهي من الأفكار أتوقع اللي راح تتيح للجميع في أنه هو يشارك في تنمية المحافظات. جميل جدا، بالعكس مشاركة الشباب جدا مهمة. نعم. جدا مهمة، وهذا اللي تسعى له الحكومة حقيقة. يعني خلال الفترة القادمة الشباب هم الأساس وجزء رئيسي في المجتمع المدني. نعم. وحنا نعرف يعني كثير يمكن يعني من الكفاءات الموجودة في الولايات لسبب ظروف العمل يمكن انتقلوا من ولاياتهم إلى محافظة مسقط، لكن تعرف دائما هذاك الشعور بالانتماء والوجود كذلك في الولاية اللي نشأوا فيها دائما موجود. فاليوم هذه المنصات تتيح لهم المشاركة بأفكارهم لتنمية محافظاتهم، خاصة أن جزء كبير منهم يعني في كل إجازة نهاية أسبوع هم متواجدين، وفي الإجازات متواجدين في ولاياتهم، فهم قريبين وعارفين، وممكن أنهم يساهموا من خلال تجاربهم اللي قضوها في مؤسسات أخرى في إسقاطها على هذه المحافظات والولايات. صحيح، وهم مطلعين كذلك حتى على تجارب عالمية وتجارب دولية في جوانب كثيرة. يعني فما في شك أنهم إنه كمقترح، مقترح يعني وجهة نظري أنا جيد وممتاز. نعم. يعني من خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير كان هناك توجيه مباشر من جلالة السلطان في إشراك الشباب، ولفتني وما أعرف شيخ سعيد إذا تتفق معي إنه التوجيه كان لأصحاب المعالي الوزراء وللمؤسسات وكذلك لأصحاب السعادة المحافظين، وأتوقع هذا يمكن تأكيد للأدوار الجديدة يمكن للمحافظات في مسألة التواصل. صحيح، فعلا كان موجود وحاضر بقوة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. يعني معرفة تطلعات الشباب، توجهاتهم، كيف ممكن الاستفادة منهم. نعم، هذا التوجه الآن حقيقة، وجلالة السلطان مركز على هذا الجانب بشكل كبير على حسب ما نشوف يعني. نعم. في هذا الأمر. نعم، خاصة أن التوجيه جاء بطريقة مباشرة وصريحة. صحيح. طيب زين الشيخ سعيد، بنروح لمحمد نسمع منه. مساك الله بالخير محمد. محمد حياك الله أخي عبد الله، كيف الحال؟ يا مرحبا وسهلا فيك، حياك الله وسعيدين بالتواصل معك. طيبين. بالعكس، أنا لي الشرف والسعادة إن شاء الله تعالى. الله يسلمك. اليوم نتكلم عن تنمية المحافظات، ومعنا الشيخ سعيد القتبي هنا موجود في الاستديو، وكنا قبل قليل نتحدث كذلك عن مقترحك نحو إنشاء منصة تشاركية مجتمعية لتفعيل المشاريع في المحافظات، فنتكلم محمد أكثر عن هذا الفكرة وهذا المقترح. هو في الحقيقة يعني مشروع تنمية المحافظات يعني هو مشروع
أعتقد أنه بيغير يعني من خارطات واستراتيجيات المحافظات في المرحلة القادمة. وأكيد لا شك هو راح يحقق تنمية شاملة متوازنة، وأيضا يعني راح يؤثر العمل بشكل أفضل وممارسات أفضل خلال المرحلة القادمة. نعم. حقيقة المشاركة المجتمعية هي يعني لها دور هام في تفعيل سياسات العامة للدولة، وهذا الشيء هو متبع في العديد من الدول سواء الإقليمية أو حتى العالمية. فلذلك تنفيذ يعني الاستراتيجيات ومواملتها مع المشاركة المجتمعية لها دور كبير أيضا في تطوير المدن وتحقيق أهدافها بكافة بنودها سواء يعني العامة أو الخاصة، وهو يعني بلا شك يأخذنا للنظر في سبل تحقيق هذه الأهداف بحث الطرق والوسائل لضمان أيضا استمرارية وشفافية تحقيق سياسات المتبعة. لذلك المقترح باختصار هو عبارة عن مسارين. المسار الأول يتضمن إيجاد منصة تشاركية مجتمعية إلكترونية. هذه المنصة هي عبارة عن يعني بلاتفورم تحتوي على البيانات الخاصة بالمحافظات سواء عدد السكان، المشاريع، التوزيع الجغرافي وغيرها من الأشياء أيضا اللي يعني اللي تكون ستكون وسيلة في تحقيق هذه الموازنات المخصصة لهذه المحافظات ومتابعة تنفيذ المشاريع بعد ذلك. وطبعا هذه البيانات بتكون متاحة للجميع يعني وبتخلق نوع من التطوير والابتكار وغيره من قبل المواطنين وأيضا المستثمرين سواء من أصحاب المحافظة أو من المحافظات الأخرى أو حتى المستثمرين الخارجين اللي يرغبون أيضا في تطوير العمليات الموجودة في هذه المحافظات. نعم، وأتوقع أنها بتتيح لصناع القرار في هذه المحافظات أنهم يطلعوا بشكل واسع على كثير من الأفكار يمكن المقترحات اللي راح تقدم من الشباب ومن مختلف شرائح المجتمع. نعم، هو بلا شك أن هذا هو الهدف من هذه المنصة. المنصة راح تتضمن العديد من الخطوات خلال مرحلة إنشائها. يعني بعد إنشاء المنصة هذه الإلكترونية المشاركة بلا شك راح تكون هناك دراسة للمحافظات وطرح الفرص الاستثمارية الموجودة فيها من قبل القائمين على المنصة وأيضا من قبل المختصين في التخطيط الاستراتيجي لهذه المحافظات. وبلا شك الأخوان في الاستراتيجية العمرانية لهم دور كبير راح يكون خلال المرحلة القادمة في تطوير هذه المنصة بهذه البيانات. بعد ذلك يتم رصد الموازنات المخصصة، والحمد لله رب العالمين استبشرنا أيضا وسعدنا بتوجيهات السامية وبإطلاق أيضا مشروع تنمية المحافظات في السلطنة من خلال تخصيص هذه المبالغ لها. نحدد فرق العمل وبعدين يعني نحدد الاحتياجات الفعلية ونفتح بعد ذلك المرحلة الأهم اللي هي استقبال المبادرات أو المشاريع. بحيث أن المنصة تحتوي على هذه المبادرات، يعني على سبيل المثال أن مجموعة من الأشخاص أو شخص واحد عنده فكرة لتطوير مثلا مرفق سياحي في المحافظة فهو يتقدم بهذه الفكرة، يتم استعراضها خلال المنصة وبعد ذلك يقوم الأفراد أيضا بالتصويت عليها. فهو هذا الكامل، المنصة هي عبارة عن مقترح الآن. وأنا أعتقد أنها راح يكون لها دور كبير لو أنها تنفذت بالشكل اللي يدعم السياسات الموضوع إن شاء الله تعالى. نعم محمد، في مسار آخر كذلك هناك مقترح لصندوق لتنمية المحافظات، وذكرت أنت بعض تفاصيله، وكنا أنا والشيخ سعيد نتكلم قبل قليل كذلك عن يعني المراحل المستقبلية كيف سيكون مثلا تمويل هذه المحافظات، موازنات المحافظات، نتحدث عن هذا المقترح كذلك. نعم، هو بلا شك أن الموازنات المخصصة يعني هي إلى حد ما راح تكون يعني مكملة لجهود أخرى، وبالتالي لازم أيضا نفكر في آلية استدامة هذه الموارد أو الموازنات المخصصة. نعم. بالتالي الصندوق هو كمقترح يتضمن على سبيل المثال نسبة من 5% مثلا من المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبيرة العاملة في المنطقة. بلا شك أن كل شركة عندها بند معين للمسؤولية الاجتماعية، فتضمين ما يقارب مثلا 5% من هذا البند لمحفظة تخصص للمحافظة تدعم الموازنة المخصصة. نعم. من هذه المحافظة، وأيضا يفتح باب يعني التبرعات والهبات من قبل رجال الأعمال أو حتى الأشخاص الراغبين في دعم المحافظات. بلا شك اليوم جالسين نلاحظ يعني في العديد من المحافظات في مختلف محافظات السلطنة أن هناك أشخاص ساعين لتطوير محافظاتهم، فنرى بعضهم مثلا يطور من مرافق سياحية بدون أي يعني بدون أي التزام مالي، وهو يسعى فقط من باب أنه يظهر محافظته بشكل أفضل خلال الفترات القادمة.
فأتوقع أن راح هذا الصندوق راح يكون أيضا فرصة لتعزيز أو تعظيم الموارد المالية المخصصة للمحافظات. نعم، يعطيك العافية يا محمد، وإذا كان هناك شيء أخير تحب تضيفه. جزاك الله خير عبد الله والإخوان، أنا بلا شك يعني شكر كبير للقائمين على هذا المشروع في وزارة الاقتصاد، وأنا أعتقد نفس ما أسلفت سابقا أن هذا المشروع يعني راح يغير من الخارطة الاستراتيجية للمحافظات، وراح نشوف إن شاء الله تعالى مشاريع ذات يد اقتصادية أكبر، ونشوف أيضا يعني تعزيز لدخل الأفراد وتوظيف للباحثين عن عمل من الشباب العماني، وهذه الأشياء اللي أكيد الحكومة اليوم تسعى لها خلال الفترة الحالية والفترة القادمة إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى. محمد بن علي البدري، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية. إذن هذا كانت تفاصيل مقترح محمد، وأتوقع يعني خاصة منصة التواصل في المحافظات يمكن مهمة وبتسهل يعني الشيخ سعيد على صناع القرار فيها في أنهم يطلعوا على كثير من التجارب والمقترحات. صحيح، ما في شك، يعني الأفكار والتطلعات هذه، يعني أفكار وتطلعات الشباب هذه جدا مهمة، وما في شك أنها تخدم هذا البرنامج وتخدم كذلك عمل أصحاب السعادة المحافظين ومكاتب المحافظين في المحافظات. الحقيقة في اللقاء الأخير كذلك يعني تم التطرق إلى موضوع الاستثمار في المحافظات والفرص الاستثمارية اللي موجودة في المحافظات، وبيكون في شغل على هذا الجانب في خلال الفترة القادمة، وكيفية يعني تم استغلال المقومات في كل محافظة وغيرها، يعني كورش عمل تشتغل عليها وزارة الاقتصاد. صندوق لتنمية المحافظات يعني يمكن كمقترح، نعم، ولكن في موضوع المسؤولية المجتمعية خاصة جيد. الآن أنا يعني حسب التوجه اللي عرفته أنه موضوع المسؤولية المجتمعية للشركات وغيرها هذه، يعني أعتقد في هناك خطوات على أساس أنه يتم يعني حوكمتها بشكل أفضل، ويكون هناك في صندوق لهذا. هذا اللي فهمته يعني، أو هذا اللي عرفه. نعم. وعلى أساس أنه هذه المسؤولية المجتمعية أو هذه المبالغ تخصص لطبعا موضوع برامج تنمية في مختلف محافظات السلطنة. نعم. بحيث أنه يكون واضح إيش هي البرامج اللي أنت ممكن تصرف عليه، أو اللي تحتاج إلى أنه مسؤولية مجتمعية ومبالغ المسؤولية المجتمعية تتوجه نحوها، وبالتالي يتم يعني صرف عليها من موضوع المسؤولية المجتمعية، وليست مثل الوضع الحالي يعني أنه كل يعني شركة في هذا الجانب تروح تعملها مشروع اللي تشوفه على يعني صحيح. ما يتفق معها هي، لا يعني هو التوجه انه يكون في شيء وطني. يعني هذه مساهمات الشركات تتوجه فعلا كذلك لان تكون مساهمه بشكل اكبر في موضوع التنميه في البلد. نعم، كذلك اتوقع يعني عندنا تجربه الان متقدمه في المحافظات وبدينا نلامسها بشكل يمكن اكبر عن محافظات اخرى. نتحدث عن محافظه مسندم، يعني الخطه فيها حثيثه لتنميه هذه المحافظه، ويمكن الشيخ سعيد شفنا بعض المبادرات والمشاريع اللي من شانها تعزيز مكانه هذه المحافظات، مثلا انشاء جامعة التقنية هناك في المحافظة وغيرها. اليوم المشاريع الكبيرة سواء على مستوى البنى الأساسية أو حتى على الجوانب الاستثمارية، كيف يمكن أن تكون رافد مساند لهذه المحافظات في تسارع أكبر نحو التطور والتقدم؟ هو ما في شك يعني هذه المشاريع التنموية الكبيرة ما في شك أنها تشتغل بشكل يعني كبير وسريع في قضية تنمية المحافظات. بعض المحافظات فيها مقومات حقيقة، لما نتكلم عن محافظة مسندم فيها مقومات مختلفة في قطاعات مختلفة كذلك، وبالتالي يحتاج مثلا أنه إحنا نعمل كثافة سكانية هناك بشكل أكبر من خلال بعض المشاريع، سواء جامعة كلية كذا، على اساس انه فعلا يعني مشاريع القطاع الخاص تكون هناك مجديه ويكون في استثمار بشكل سريع هناك. نعم. وفي تنميه بشكل سريع. فمشاريع كبيره
ما في شك أنها تخدم المحافظات. نعم، هل يعني يمكن يكون بعيد شوي عن موضوعنا، لكن هل تعتقد يعني الشيخ سعيد أنه هذا ممكن يكون توجه للمرحلة القادمة، أنه بعض المشاريع الكبيرة للحكومة تخرج شوية من نطاق محافظة مسقط لتعزيز بعض المحافظات، كذلك وجود قوة شرائية فيها، وجود كثافة سكانية أكثر فيها، يعني الجامعة مثلا شكل من أشكال أحيانا هذه المشاريع؟ نعم، هي حقيقة يعني احنا إذا ننظر الآن أنه معظم المشاريع التنموية الكبيرة الآن يعني تتوجه للمحافظات بشكل أكبر، يعني ما عادت فقط لمسقط أو حتى المحافظات القريبة من مسقط. احنا نشوف في مشاريع اللي لها علاقة بالطاقة المتجددة مثلا، صحيح، الآن أصبحت خارج محافظة مسقط، وفي محافظات يعني بعيدة عن العاصمة مسقط. يعني الهدف أنه أنت تعمل هناك يعني مشروع تنموي كبير يخدم المحافظة هذه. مثل ما أنتم تعرفون في مشاريع تنموية كبيرة، مشاريع مواني وغيرها خارج في محافظات يعني بعيدة عن مسقط، فالتوجه موجود حقيقة يعني. أنه كذا يعني بالطريقة هذه الحكومة تعمل مشاريع تنموية خارج محافظة مسقط، وهذا نعم. النسق يعني أنا أعتقد أنه مستمر. نعم، أتوقع الشيخ سعيد متى ما تمكنت هذه المحافظات في خلق فرص عمل كثيرة في محافظاتها، هذا أتوقع بروحه بيعطينا كذلك نتائج جيدة على الجانب الاقتصادي، لأنه بيكون كثير من الوظائف لأبناء البلد في محافظاتهم بدل من الانتقال من محافظة صحيح. إلى أخرى. صحيح، يعني المشاريع نعم مثل ما تفضلت المشاريع التنموية الكبيرة ما في شك أنها بطريقة غير مباشرة تدعم قطاعات مختلفة، هذه القطاعات المختلفة بتولد فرص عمل، بتخلق يعني أنشطة لمؤسسات متوسطة وصغيرة، فبالتالي هذا بيخدم بيتيح فرص عمل في المحافظات، بيعمل استقرار، بيعمل نشاط اقتصادي أكبر، رواج اقتصادي أكبر، مشاريع خاصة يعني بتتطور، بيصير عددها أكبر، وهذا كله يخدم موضوع يعني المؤسسات المتوسطة والصغيرة وخلق نعم. فرص العمل. نعم أكيد. ذكرت في بداية حديثك عن شيخ سعيد مسألة تقييم المرحلة هذه، خاصة هي المرحلة الأولى خلنا نقول نحو اللامركزية وتنمية المحافظات. اليوم كيف ستتم مسألة تقييم هذه المرحلة، وهل هناك مؤشرات معايير أداء معينة سيتم من خلالها تقييم كل محافظة على حدة، كيف هي الآلية؟ نعم، الآن أنا أتكلم عن مشروع برنامج تنمية المحافظات يعني تحديدا. نعم، هذا المشروع نعم بيتم تقييمه ما في شك من قبل وزارة الاقتصاد. المنهجية نعم واضحة بالنسبة لنا، الالتزام بالمحددات العامة، الالتزام ب يعني بعض المؤشرات كذلك، احنا راح يكون في مؤشرات يعني مؤشرات اقتصادية واجتماعية أثر هذه المشاريع، كل هذه الأشياء بتكون حاضرة في مسألة التقييم، تقييم برنامج تنمية المحافظات. نعم، بشكل عام اللامركزية هذا طبعا مثل ما تعرف أخي عبد الله أكيد في فريق خاص بالخطة الخمسية مثلا. الخطة الخمسية القادمة ما في شك أنه كذلك بينظر إلى البرامج الاستراتيجية اللي موجودة فيها، تقييمها، كل هذه الأمور كيف ممكن يعدل فيها، فهذه يعني بتكون لاحقا إن شاء الله. ولا شك أن هي منظومة متكاملة، خاصة لما نتكلم عن اللامركزية، يعني اللامركزية ليست فقط ممكن على مستوى المشاريع، ولكن اليوم حتى على مستوى المؤسسات مثلا الموجودة في هذه المحافظات. صحيح. على مستوى التشريعات. صحيح. أحيانا على مستوى حتى التخويل، يعني نعرف أنه بعض المعاملات يعني من مؤسسة إلى مؤسسة تحتاج العودة إلى الوزارة بالنفس وغيرها، فأتوقع متى ما اكتملت يمكن الشيخ سعيد هذه المنظومة ولتحقيق هذا الهدف راح نشاهد هذه المرة نتائج فاعلة بإذن الله. صحيح، أتفق معك. نعم. شكرا جزيلا لك الشيخ سعيد، وأنا أترك المساحة الأخيرة لك. العفو، شكرا لكم يا أخي أستاذ عبد الله على الفرصة هذه،
وإحنا كذلك نعول على هذا المشروع برنامج تنمية المحافظات في وزارة الاقتصاد. حقيقة نوجه كل الشكر من جانبنا لشركاء وزارة الداخلية، وزارة المالية، برنامج التوازن المالي، أصحاب المعالي والسعادة المحافظين على تعاونهم حقيقة، وكانوا الفترة الماضية يعني متعاونين معنا لدرجة كبيرة، وفي تفاهم يعني بيننا وبينهم في هذا الجانب، ونتمنى يعني التوفيق، نتمنى لأصحاب السعادة المحافظين كذلك التوفيق في هذه التجربة، وشكر لكم مرة ثانية. يعطيك العافية، شكرا، شكرا جزيلا لك الشيخ سيد على وقتك. الشيخ سيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاعات الاجتماعية ومسؤول برنامج تنمية المحافظات بوزارة الاقتصاد، والشكر لكل من شاركنا هذه الحلقة من خلال تعليقاتكم ومشاركاتكم ومتابعاتكم. لكم منا أجمل التحايا، سنلقاكم بإذن الله تعالى في مواضيع قادمة، سواء اللي تخص المحافظات، ونحاول قدر الإمكان هذه المرة كذلك أن ننتقل إلى هذه المحافظات، كل محافظة على حدة، ونستمع منهم بشكل مباشر وأدوارهم في المرحلة القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا منا أجمل التحايا، في أمان الله.